عضو المكتب السياسي بحماس ومسؤول ملف الأسرى. سيد زاهر أحييك، ودعنا يعني ندخل في صلب الموضوع. هل هناك أي جديد فيما يخص إيقاف لإطلاق النار أو إيقاف هذا العدوان عليكم من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ هل نحن على وشك أن نرى هذا الأمر أم لا؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، رحم الله شهداءنا وشاف الله جرحانا وفك الله قيد أسرانا وحفظ مسرانا. نحن كما دائما نؤكد منذ اليوم الأول نقول أن هناك اعتداء على شعبنا الفلسطيني ويجب أن يتوقف هذا الاعتداء. نحن شعب يقبع تحت الاحتلال منذ أكثر من 75 عام، وهذا الفصل من العدوان الإجرام الذي يسطر به هذا الاحتلال جرائم حرب يومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ويتجاوز كل الخطوط وكل القوانين الدولية باعتدائه على كل المحرمات التي وضعها الإنسان عبر التاريخ، ويتجسد باعتدائه على المستشفيات في هذه المرحلة وقتل الأطفال والنساء وتهديم البيوت فوق رؤوس ساكنيها. لهذه الدقائق أخي الكريم، هذا الاحتلال لم يشبع من هذه الجرائم الغير مسبوقة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا العالم المجرم الظالم، العالم الغربي أقول، وخاصة السياسيين منهم الحكام وعلى رأس هؤلاء الأمريكان، هم الذين ما زالوا يعطون هذا الاحتلال الغطاء السياسي والدعم المالي وكل أنواع الدعم. لا يوجد أي أفق لغاية الآن للجم هذا الاحتلال وإجباره على وقف هذا العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وعلى خاص في غزة العزة والبطولة والكرامة والفداء. طيب، اليوم إلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي قال إن الضغط الدولي يزداد على إسرائيل لإنهاء الحرب، مضيفا أمامنا أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا. هل تعتقد أن هذا صحيح، بمعنى أن المجتمع الدولي سيعطيهم أسبوعين آخرين لإتمام الهدف من هذه الحرب وهذا العدوان، وبعد ذلك ستكون هناك ضغوط دولية كما ألمح لذلك إلي كوهين، أم ماذا؟ يعني كيف تقرأ أنت شخصيا مثل هذه التصريحات؟ أخي الكريم، لا شك أنه هنالك حركات شعبية جماهيرية هادرة لكل أحرار الدنيا، وعلى الأخص في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كما نشاهد، وفي معظم دول أوروبا وفي العديد من الدول العربي والإسلامي. لكن هذا الضغط أنا لا أعتقد لغاية الآن هو يكفي لأجل لجم هذا الاحتلال، بل إن هذا الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني بدعم من القيادة السياسية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية، وعلى رأسها يعني ألمانيا وفرنسا وكذلك بريطانيا المجرمة التي تتحمل الإجرام التاريخي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، التي أعطت هذا الوطن العزيز فلسطين لهؤلاء الذين جاءوا بهم لقطاء من كل الدنيا لأجل الاستمرار في هذا الاحتلال ولأجل الحفاظ على مصالح هذه الدول الغربية في المنطقة، لأجل الحفاظ على تقسيم وطننا العربي والإسلامي ونهب خيراته ومقدراته. لغاية الآن لا أعتقد أن هنالك ضغوط دولية وازنة تدفع هذا الاحتلال للجمه والوقوع والوقف عن هذه الجرائم التي يعني بكل ما تعني الكلمة هي جرائم حرب بكل المعايير وكل يعني بشكل واضح، قتل الأطفال والنساء وهدم المساجد وهدم الكنائس وهدم كل ما يمكن أن يهدم في هذه الأرض المباركة. سيد زاهر، أنا طبعا عارف أن حضرتك يعني مش جزء من كتاب القسام، أقصد يعني بعيد عن القيادات العسكرية، ولربما بعض المعلومات لا تكون متوفرة فيما يخص العمليات العسكرية، لكن بنيامين نتنياهو بالأمس كان يتحدث على أنه الجيش الإسرائيلي قتل الآلاف من مقاتلي القسام ومقاتلي الفصائل بشكل عام، وحتى قيل أنه تم اعتقال ما يقرب من 12 من عناصر القسام.
ما مدى دقة وصحة هذه المعلومات سيد زاهر؟ أولا أنا أقول بشكل واضح، دماء أبناء القسام وقيادات القسام وقيادات حركة المقاومة الإسلامية وقيادات كل قوى المقاومة إلا ليست أقدس من دم أي طفل فلسطيني يقتل على يد هؤلاء المجرمين. لكن أخي الكريم أنا أقول هذه الدولة التي كانت تدعي أنها لديها جيش لا يقهر بكل شيء بالقوة وبالاستخبارات وكل أنواع يعني القوة، ثبت أن هذا الجيش منذ أكثر من 37 يوم هو يتقدم شبر شبر بهذه الأرض رغم حصار هذه المنطقة، وجاءوا بكل دول الاستعمار التاريخية بقدهم وقديدهم بحاملات الطائرات من كل الدنيا وعلى رأس الأمريكان والبريطان والفرنسيين والألمان وغيرهم من الدول التي لا مجال لذكرها في هذه العجالة. أنا أقول نحن دماؤنا ودماء قادتنا ودماء جندنا ليس أقل من أي سبل فلسطيني يقتل أو امرأة أو رجل. نحن بين أبناء شعبنا الفلسطيني، وعندما يرتقي لنا شهداء نفتخر بهذا التقديم، وكما يعني تفاخر الاحتلال بقتل حفيدة قائد حركة حماس رحمها الله ورحم كل الشهداء، ويتفاخر بقتل دكتورة طبيبة بنت في ريعان شبابها، هذا فخرهم وهذا الذي يتفاخرون به بإنجازاتهم. أنا أقول نحن نستعد أن نقدم ومستعدين أن نقدم كل قيادات الشعب الفلسطيني وكل قيادات المقاومة، ونحن سنواصل هذا المشوار لأجل نيل حريتنا وكرامتنا. ونحن قلنا للعالم هنالك احتلال يجب أن يرحل عن أرضنا وعن قدسنا ومقدساتنا، ونحن نمتلك الإرادة والقوة والجبروت لمواصلة هذا النضال لو استمر 1000 سنة. طيب طبعا يعني ما قدمته إليه سيد زاهر مفهوم، لكن أنا فعلا بتكلم عن المعلومات ودقتها. فكرة أنه تم قتل الآلاف من عناصر القسام ما ادعاه بنيامين نتنياهو بالأمس، من ناحية الدقة المعلوماتية هل هذا صحيح أم خاطئ؟ أخي الكريم بفضل الله عز وجل، أولا الأرقام التي يعني موثقة من وزارة الصحة أكثر من 65-70% بين أطفال ونساء، والغالبية العظمى منهم رجال كانوا يجلسون في بيوتهم آمنين غير مقاتلين من أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه أرقام وأسماء وثقت وتم بعثها لكل الدنيا تكذب هؤلاء المجرمين الغاصبين، لكن نحن نقول دائما ونؤكد أن كل طفل فلسطيني دمه ليس أرخص من أي دم من قياداتنا. نحن نقول بشكل واضح وصريح هنالك كذب وافتراء، وهنالك دعاية لأجل يعني كسر إرادة هذا الشعب الفلسطيني، وهو يحاول كسر هذه الإرادة الصلبة بقتل أطفالنا ونسائنا. وكل الدنيا تشاهد بشكل مباشر من يخرج من تحت الأنقاض ومن يقتل ويقتل هذا الجيش الذي يدعي أنه جيش حضاري وجيش أخلاقي. جل القتلى معظم قتل شهدائنا الذين يرتقونهم من الأطفال والنساء، ونحن نفتخر عندما يرتقي لنا شهداء وكل هؤلاء أبنائنا وإخواننا الذين ارتقوا في هذه المعركة. هذا العدو يراوغ ويماطل ويكتب ليل نهار على شعبه لكي يحقق صورة نصر، ولن نسمح لهذا الاحتلال بتحقيق هذه الصورة. وكلما أوغل بدم أبنائنا وأطفالنا هو حتما سيزول هذا الاحتلال عن أرضنا وتكون هذه الدماء. عفوا سيد زاهر للمقاطعة، لكن لدي أكثر من سؤال وأتمنى أن تكون الإجابات مختصرة. وأنا أسألك غالبا يوميا أو عندما تكون معنا يعني على الهواء، هل هناك أي جديد في هذه اللحظة فيما يخص ملف تبادل الأسرى أو خروج عدد من الأسرى المدنيين لديكم؟ هل هناك أي جديد في هذا السياق سيد زاهر أم لا؟ أخي الكريم لا جديد، ونتنياهو كما دائما أقول هو يماطل ويراوغ ويكذب على شعبه ويستخدم هذه الورقة لأجل تهدئة عوائل الأسرى، لأنه كل يوم يسقط من هؤلاء قتلى في يد المقاومة. وأعلن كتائب الشيء وأعلن الناطق الرسمي باسم الكتائب أكثر من 60 قتيل إسرائيلي
الصهيوني كان لدى المقاومة تم قتلهم على أيدي طائرات وجنود هؤلاء المجرمين. لا جديد في هذا الملف مطلقا، ونتنياهو يراوغ ويكذب على شعبه وعلى أبناء وأهل الأسرى الذين في حوزة المقاومة. ما حكاية يعني الاحتلال مع مجمع الشفاء يا دكتور يا سيد زاهر؟ يعني هو يحاصر الآن مجمع الشفاء بشكله أو بآخر، قطع عنه كل الإمدادات، مياه، كهرباء وطبعا وقود، والمجمع أصبح خارج الخدمة. يعني اسمح لي، هل هو ما زال يربط بينكم وبين مجمع الشفاء بشكل أو بآخر؟ بماذا تردون عليه؟ أخي الكريم، نحن قلنا منذ بداية الحرب، يعني أولا حماس لا تدير هذا المجمع، هو مجمع مدني وهو مشفى، والعديد من الأطباء الأجانب وعلى الأخص في دكتور خدم أكثر من 17 عام في هذا المستشفى داخل المشفى، وكان العديد من الحروب بهذا داخل المستشفى، وكان يتجول بأريحية مطلقة. كل الادعاءات هذا الاحتلال زائفة وكاذبة، وقلنا فليأتي قوى دولية أو هيئات دولية تفحص زيف وكذب هذا الاحتلال، لكن هذا الاحتلال. يبدو أنه انقطع الاتصال بيني وبين سيد زاهر جبارين، سنحاول التواصل معه مرة أخرى، لكن الآن دعونا ننتقل لمؤتمر صحفي لنائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيد أندريا دي دومينيكو، فلنتابع. عندما أرسلنا المساعدات إلى الشمال إلى مستشفى الشفاء، كان هناك عمليات تحصل، وخلال هذه العمليات قيل لنا من الجانب الإسرائيلي أن هناك عملية عسكرية في المنطقة المجاورة سوف تبدأ قريبا، ولكن المشكلة هو أننا لم نكن أزلنا بعض المواد من الشاحنات، وإذا كان علينا أن نتوقف، وعانينا من مشاكل في إدخال هذه المساعدات. وفي بعض الظروف الأخرى كان هناك شاحنات تعرضت لضربات لا نعرف من أي جهة، وهذا الأمر مقلق بشكل خاص. وهذه الشاحنات لم يكن من الآمن أن تمر. لدينا أيضا بعض الأسئلة على الإنترنت، ومن ثم سننتقل إلى سؤال أخير من الغرفة، ومن ثم سوف نختتم. سوف نبدأ مع ستيفن كارافوتشي من نيويورك. أعلنت إيطاليا في الأسبوع الماضي أنها سوف ترسل سفينة مستشفى عائم إلى على مقربة من ساحل غزة. هل كان هناك أي تنسيق معكم مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية؟ متى سوف تصل هذه السفينة وكيف سوف تعمل؟ لأنها طبعا سوف تكون على مقربة من الساحل، هل سوف تتمكنون من نقل المصابين إليها؟ كان هناك 3 أو 4 دول أعضاء أعلنت عن إرسالها لمستشفيات عائمة إلى المنطقة، وكان من المفترض أن تصل في غضون بضعة أيام. وخلال المناقشات التي خضناها مع إسرائيل، لقد سألنا عن تفاصيل إخلاء المصابين، ولكننا لم نحصل على التفاصيل بعد. أنا متأكد أن هذه الأمور تتطلب الكثير من الاتفاقات المفصلة بين مختلف الأطراف، وكما سبق وقلنا هذا الأمر ينطبق أيضا على الشاحنات الإنسانية في غزة. علينا أن نضمن أن يكون هناك آلية متفق عليها وآمنة من أجل إخلاء الأشخاص إلى هذه السفن، ولكن حتى الآن لم نتلقى أي اتصال وليس لدي أي تفاصيل عن ذلك. سوف ننتقل الآن إلى سؤال عن الإنترنت، سؤالين عن الإنترنت، أولا من عبد الله حميد ومن ثم ماجي. شكرا سيد دومينيكو، أنا من صحيفة القدس العربي. القادة في الأمم المتحدة دعوا إسرائيل إلى احتلال
احترام القانون الإنساني الدولي وعدم مهاجمة المستشفيات وعدم التعرض للمدنيين وعدم قتل الأطفال، ولكن مع ذلك لا تزال إسرائيل تقوم بهذه الحرب القائمة على الإبادة. نحن لا نرى أن هناك أي عبارات جدية من الأمم المتحدة للتنديد بالأمور كما يجب. نحن لا نسمع أنكم تتحدثون عن جرائم الحرب أو الإبادة أو العقاب الجماعية. إنني أعتقد أن هذه العبارات التي استخدمتموها كانت لينة مع إسرائيل. هنا نحن نتحدث عن اللغة التي تم استخدامها عندما هاجمت روسيا أوكرانيا. رأينا أنه كان هناك تنديد لروسيا وتمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، ولكن في هذه الحالة لا تقومون بذلك. هل يمكنك أن تفسر لنا ذلك؟ ومن ثم سوف أطرح سؤالا آخر. يمكنك طرح السؤال الثاني. السؤال الثاني، كان هناك اليوم احتفال تذكاري لموظفي الأونروا الذين قتلوا في هذه الهجمات، 101 موظفا، ولكنني لا أعتقد أن هذا الاحتفال التذكاري كان على المستوى الذي يجب أن يكون عليه. لقد خسرنا الكثير من الزملاء من المنظومة الأممية، وكان لدينا 22 زميلا لقوا حتفهم، ولكن الآن تصاعد هذا العدد إلى 101. ولكن الأمين العام لم يقل أي شيء بهذا الصدد. لم يتم ذكر اسم إسرائيل في هذا الحفل الاحتفال التذكاري. لماذا لم تقوموا بذلك؟ فيما يتعلق باللغة التي نستخدمها، نحن دائما ندعو الأطراف في هذه الحالة مثل إسرائيل وغيرها من الأطراف بحسب ما نراه وبحسب تفويضنا، وهذا الأمر يجب أن يتطرق إليه ستيفان، ويجب أن يكون هذا السؤال موجه لي. ما نقوم به نحن على الأرض هو أننا نتواصل مع الجهات المختلفة، ولقد قمنا بذلك علنا وخلف الكواليس، وقمنا بالكثير من الجهود من أجل دعوة الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي. هؤلاء الزملاء الذين ذكرتهم هم زملائي أيضا، لقد التقيت بالكثير منهم في الماضي. إذن لا تقول أننا لا ننعي أرواح هؤلاء الأشخاص، وإذا كنتم تعتقدون أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود، إنني أعتقد أنه هناك أشخاص في نيويورك يجب أن يحاسبوا الدول الأعضاء، ويجب أن نتحدث باسم 193 دولة التي نمثلها هنا. سوف ننتقل إلى السؤال من ماجي الآن. شكرا جزيلا أندريا على هذه الإحاطة. سؤالي هو، لقد تكلمتم عن موقع الأونروا الذي تعرض لقصف في الجنوب، والموظفين تركوا مركز الأونروا قبل 90 دقيقة من بدء هذه الهجمات. هل تلقوا اتصالا من إسرائيل لمغادرة هذا الموقع، أم هل غادروا بدون أي تحذير مصداق؟ والسؤال الثاني، لقد تحدثنا مع أوتشا عن مواجهة مشاكل متعلقة بالآبار المائية ونقص الوقود. هل يمكنكم أن تعطينا تفاصيل عن ذلك؟ وهل هناك أي تفاصيل إضافية عن الأشخاص الذين تم إخلائهم إلى مصر من أجل تلقي الرعاية الصحية، إضافة إلى الأشخاص الأجانب الذين تم إخلائهم عبر معبر رفح؟ إذن عندما تم إخلاء موقع الأونروا لقد كان ذلك صدفة، وإنني أعتقد ربما أن الإسرائيليين تمكنوا من رؤية الموقع المحدد، وإنني أعتقد أن كان هذا الأمر صدفة ولم يكن هناك أي تحذير مسبق من أجل تفادي الوفيات الإضافية. ليس لدي التفاصيل المتعلقة بعدد الأشخاص الذين تم إخلائهم حتى الآن. يمكننا ربما أن نقدم هذه الأرقام لستيفان لاحقاً.
العملية تم الاتفاق عليها بين مختلف الأطراف المصرية والإسرائيلية لكي نتمكن من ضمان خروج الأشخاص حاملي الجنسية المزدوجة. وكان هناك عدد من الأشخاص الذين سبق وخرجوا، وهذه الأرقام تتغير كل يوم وهي غير مستقرة. كان لدينا مثلا يوما خرج فيه 300 شخصا ومن ثم 700 شخصا في اليوم الآخر، ولكن هذه الأرقام تتغير. السؤال الآخر متعلق بالآبار المائية، هل لا تزال هذه الآبار مخلقة؟ ما يحدث هو أن الوقود قد استنفد كليا من قبل الأشخاص الذين كانوا يستخدمونه للمولدات، ولقد مر أكثر من 30 يوما على انقطاع الكهرباء. ربما هناك وقود في بعض المواقع، ولكن أغلبية الآبار التي كانت الوزارة قد فتحتها قد أغلقت، ولكن ما نراه الآن هو تدفق المياه العادمة بالكثير من المناطق، وكما تعلمون هذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة. ونحن نتوقع أن يكون هناك تحديات سوف نواجهها قريبا في هذا الصدد. ولقد قال لي الزملاء في المستشفى أنه قبل السبت، قبل إجبارهم على وقف العمليات، كانوا يرسلون أشخاص إلى المدينة للحصول على بعض الوقود من مواقع مختلفة، ولكن هذا هو نطاق الجهود حتى الآن. وبحلول يوم الخميس سوف تنقطع كل الاتصالات، لأن مقدم الخدمة سبق وأعلن أنه بدءا من اليوم بعض الأبراج سوف تتوقف عن العمل، وبحلول يوم الخميس سوف تتوقف كل هذه الأنظمة، أنظمة الاتصالات، بسبب نقص الوقود. سوف ننهي بسؤال من ليندا. سؤالي متعلق بوقف إطلاق النار. هل وافق أي شخص أو أي جهة على وقف إطلاق النار حتى الآن؟ لحد علمي كلا، ولذلك نحن ندعو مرارا وتكرارا إلى وقف الإطلاق النار لأسباب إنسانية. لقد كان الأمين العام واضحا جدا في هذا الصدد، ومارتن جريفيث أيضا، والمنسق أيضا دعا إلى ذلك بشكل متكرر، ولكن خلال هذه اللحظات نحن لا نرى أي تقدم في هذا الصدد. إنني متأكد أن هناك محادثات بشأن ذلك، ولكنني غير متأكد متى سوف يحصل ذلك. أندريا، شكرا على انضمامك إلينا اليوم. كما رأينا كان هناك الكثير من الأسئلة، أدعوك للعودة في أي وقت للانضمام إلى هذه الإحاطة، وسوف نستكمل الأعمال لاحقا عندما يعود ستيفان. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أندريا. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا المؤتمر الصحفي أو جانب منه لنائب مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية، كما تابعنا معكم، وقال طلبنا تفاصيل إخلاء المصابين لكن لم نحصل على أي معلومات حتى الآن. ولدينا الآن هذه الصور الحية والمباشرة من لندن، تحديدا من أمام مقر السفارة المصرية، وعدد من المتظاهرين يطالبون السلطات المصرية بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، لدينا هذا الخبر العاجل على شاشتنا الآن. جون كيربي وهو منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض يقول لشبكة CNN: تقارير تشير إلى أن قادة حماس لديهم مقار في مستشفيات ومدارس بغزة، وعلى إسرائيل القيام بملاحقتهم مع حماية المدنيين.
نفس الكلام قاله جوزيب بوريل اليوم منذ ساعات قليلة، وهو المنسق الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي. عاد إلينا سيد داهر جبارين عضو المكتب السياسي لحماس، كيف تعلقون على هذا التصريح لجون كيربي أن لدى حماس وكتائب القسام أماكن داخل بعض المشافي والمدارس في قطاع غزة؟ وهذا الكلام أيضا قاله بالنص جوزيب بوريل قبل ساعات قليلة. أخي الكريم، أعلق على هذا كما قال رئيسه في السابق أن العراق لديها أسلحة كيماوية وأسلحة نووية، واتهم العراق وأهلنا في العراق بكل التهم الزائفة. هذه الدولة آخر دولة يجب عليها أن تتكلم عن هذه الأمور، لأنها أكثر دولة كذبت وتكذب وهي التي تعطي هذا الغطاء. أنا أخي أقول هنا بشكل واضح، مستشفيات قطاع غزة مفتوحة لكل الوكالات وكل الهيئات الدولية، وكل الدنيا ترى وتشاهد وتصور تصوير مباشر وكالات الأنباء ووكالات التلفاز من داخل أروقة المستشفيات، ولا يوجد أي مقاتل، ليس غرف عمليات، مقاتل واحد لا يوجد داخل المستشفيات. ونحن المستشفيات هم أهلنا وأطفالنا ونسائنا وأطبائنا، وهم الفلسطينيون الذين نحن نبذل الغالي والنفيس ونبذل أرواحنا من أجل أن يعيشوا بحرية وكرامة. نعم. هذا هراء، وأنا أقول لهذا فقط لكي يعرف مدى الفاجعة التي حلت بالشعب الفلسطيني، ومدى هول هذه المذبحة، ومدى هول هذه الجرائم الحرب. لو أن هذا يحدث في أمريكا، أمريكا أكثر من 170 ضعف غزة. يعني للآن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وكل من دعم وأعطى الغطاء كأنهم قتلوا أكثر من 2.5 مليون أمريكي، وكأنهم جرحوا أكثر من 10,000، وكأنهم هدوا أكثر من 9 مليون، عفوا 10 مليون جريح وتسعة مليون منزل. إذا ما عملنا مقارنة مع فلسطين وغزة بالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك مجزرة حقيقية، هنالك جرائم حرب ترتكب أكثر من القنابل الذرية التي ألقيت على هيروشيما واليابان. أنا أقول بشكل واضح، هنالك بث مباشر من معظم مجمعاتنا الطبية، وهذا كذب وافتراء. لا كما كذب يعني سيد زاهر، عفوا للمقاطعة، لكن اسمح لي سيد جبارين، لماذا يكذبون عليكم الآن؟ جون كيربي وقبله جوزيب بوريل وعدد من قادة الدول الغربية وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا يكذبون عليكم؟ لماذا يدعون أنكم لديكم قواعد عسكرية داخل المشافي والمدارس؟ لماذا من وجهة نظركم؟ أخي الكريم، يعني هؤلاء أصلا كذبوا علينا بالكذبة الكبرى، أن الشعب الفلسطيني هذه ليست أرضه، وهو ليس تحت احتلال ولا يحق له أن يقاوم، وأصبحنا نحن المعتدين. نحن الكذبة الكبرى الاعتراف بهذا الكيان على أرضنا، الكذبة الكبرى من هذا المجتمع وعلى رأسها أمريكا، لأنه أول من اعترف بهذا الكيان الغاصب لفلسطين هؤلاء المجرمين. نحن نقول بشكل واضح، هذا الكذب وهذا الافتراء على المقاومة وعلى لقاص كتائب الشهيد عز الدين القسام، هذا عبر كل نضالات أبناء شعبنا الفلسطيني ونضالات كل فصائلنا، كل مرحلة من المراحل يلفقون التهم والافتراءات على أبناء شعبنا وعلى مقاومته. لكن كمان مرة، كل الدنيا تصور حي مباشر من مستشفيات وأروقة كل مستشفيات قطاع غزة، ولا يوجد سنتيمتر واحد يعني ممنوع منه دخول، لا صحافة ولا هيئة دولية ولا آخره ولا أي وسيلة من الوسائل. ونحن كذلك ندعو كل الدنيا تأتي وتبحث هل هنالك غرف عمليات لكتائب القسام، لكن كل الدنيا مع الأسف يعني طيب هؤلاء يعني المجرمين الذين لديهم القوة الآن مثلا وأنت عضو وقيادة في حماس، هل الآن من الممكن أن تدعو الاتحاد الأوروبي نفسه لأن يرسل فرق للدخول لهذه المشافي، الصليب الأحمر، أي فرق توافق عليها الولايات المتحدة الأمريكية للوصول للمشافي والبحث فيها عن أي قواعد عسكرية أو يعني مقاومين يتبعون لفصائل المقاومة؟ الاخ الناطق باسم الهيئات الصحيه
قال لهم في مركز الشفاء علنا وجهارا ونهارا، بل تأتي كل الدنيا لترى ما هو موجود داخل المستشفيات إن بقي مستشفيات بعد هذا القصف وهذا الدمار وهذا الخراب وهذا الحصار. أصلا أنتم تشاهدون ماذا حل بداخل مستشفيات قطاع غزة، ونحن لا نخشى أي شيء، فلتأتي كل الدنيا، وكل الدنيا تصور بث مباشر من هذه المستشفيات. نحن لا مانع لدينا أن ولم نمنع لا صحافة ولا إعلام ولا هيئة دولية طلبت تأتي للمستشفيات، هي أصلا موجودة داخل المستشفيات. وكما قلت لك طبيب يعني أوروبي على ما أذكر أنه بلجيكي وكان من بلجيكا 17 سنة قدم في مشفى الشفاء وقال أنا كنت بكمرتي أتجول في داخل الغرف، هو شاهد على قناة الجزيرة قناتكم بشكل مباشر، ويوجد هنالك تصوير له أن كل هذا كذب وافتراء لم أرى حتى مقاوم واحد داخل المستشفيات. هو يعني الدكتور ماديس جيلبرت مسؤول يعني صحيح. الفريق النرويجي وكان معايا تحديدا بالأمس وخرج الحقيقة للعديد من القنوات التلفزيونية. لكن طيب صحيح. يعني اسمح لي يعني علامات استفهام كبيرة حول جوزيب بوريل يتحدث على أنكم تستخدمون المشافي والمدارس، والآن جون كيربي، يعني الهدف من ذلك هل يصبغون غطاء شرعيا على ما تم استهدافه من المشافي والمدارس وما سيتم حتى خلال الأيام أو الساعات القليلة القادمة؟ هو هذا الهدف أخي، الآن يبدو خلص هدفهم القضاء على باقي ما تبقى من حياة داخل قطاع غزة. هدفهم الاستمرار بإبادة هذا الشعب الفلسطيني، هدفهم الاستمرار بالجرائم الحرب، ولا يريد التوقف على هذه الجريمة بحجج واهية. نعم أنا أحذر هذا العالم، إن بقي هنالك ضمير لهذا العالم هؤلاء مقدمون على وأقدموا لا ليس في المستقبل، هم يمارسون الإجرام بشكل ساعة بساعة دقيقة بدقيقة ثانية بثانية بحق كل أبناء شعبنا، وعلى الأخص الآن يروجون وكأن المستشفيات هي يعني مراكز لقيادة حماس، وهذا افتراء وكذب واضح وصريح. كل الدنيا كما قلت تبث بشكل مباشر، كل قنوات الدنيا وعلى الأخص يعني قناة الجزيرة، واستضفتم هذا الطبيب الذي خدم في قطاع غزة وكان في ثلاثة حروب وخاصة 2014 وشاهد كل الجرائم وشاهد كل هذا الزيف والافتراء على أبناء شعبنا الفلسطيني، وهذا العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة بدعمها وافترائها، هذا تبرير للمجازر القادمة بحق أطبائنا وأبنائنا ونسائنا في داخل المستشفيات. دعني فقط أقرأ هذا الخبر العاجل وأعود إليك. الخارجية السعودية: المملكة تدين بأشد العبارات لاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقبل ذلك أيضا الخارجية العمانية استنكرت ودانت استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. هل لديك تعليق على هذا الخبر، فكرة استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة الإعمار سيد زاهر؟ أولا نحن يعني الدور القطري في احتضان أهلنا وشعبنا ودعمهم على مدار السنوات الطويلة، يعني هذا جهد المقدر من كل أبناء شعبنا الفلسطيني. يريدون نحن نسمع كثير من التحريض على دور قطر ودور الرائد في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في المجال المدني على الأقل، وهم يعني بشكل متقصد ومتعمد ورسموا نجم داود على هذا المبنى وتم قصفه العديد من القذائف. نعم نحن نشكر كل دولة تدعم الشعب الفلسطيني وتدعم الحق الفلسطيني وتدعم كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك نطالب كل الدول العربية والإسلامية بالوقوف إلى جانب قطر وإلى جانب كل أمتنا العربية والإسلامية لحمة واحدة، لأن هذا الاعتداء على كل أبناء شعبنا العربي والإسلامي. طب سؤالي الأخير حتى لا أطيل عليك وأتمنى إجابة مختصرة سيد جبارين، فيما يخص المقاومة وحماس وكتائب القسام، إلى أي مدى تستطيع الصمود والقتال ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ لأن على ما يبدو نحن أمام حرب طويلة، حرب استنزاف، فهل لديكم القدرة على محاربة ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي لفترات طويلة سيد جبارين،
أم لا؟ نحن أولا يعني عقدنا العزم يعني أن الرايه البيضاء لهذا الاحتلال مهما كانت الظروف صعبة. نحن لا شك نحاصر ونقاتل ليس فقط هذا الكيان الغاصب، شاهد كل الدنيا هذه البارجات الطائرات من طيب عفوا سيد جبارين، لدينا صور مهمة سنقوم ببثها الآن، وهي صور قبل قليل من شمال قطاع